كارما الحياة السابقة تجلب شعور التأنيب؟ أكيد. إنه لو واحد قال لك مثلا أنت في حياة سابقة سويت كذا أو صار لك كذا فأنت معاقب، تصير. أذكر قالوها لي، ما هو أرجع وأقول لك إنه في بعض الفلسفات قائمة، كل الفلسفة يعني أنت موجود في الحياة، هو موضوع، كل الموضوع هو موضوع عقاب أو هو موضوع تأنيب، أو أنت قاعد تسدد شيء، أو أنت يعني، فهذا هو. مرات أنت لازم تراجع الفلسفة اللي أنت تؤمن فيها، المعتقدات اللي أنت تؤمن فيها، إنه شو الفكرة يعني في معتقدات تخليك مثل همستر قاعد تدور 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 تدور، وأنا أعطيك أقولك نظف 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 وأنت تدور 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 تدور. طيب وش أنت مؤمن فيه؟ وش أنت مؤمن فيه مخليك متورط هالورطة؟ وش معتقداتك اللي مخليتك بهذا الألم؟ وشو؟ لا يمكن يكون معتقد صحيح يخليك دائما خايف، غاضب، متأنب، تشعر بالعار، تحت الذنب، معاقب. وش هالشغل هذا؟ وش هالشغل؟ هالشغل ناس تعبانة. يعني إذا أنت تبغى تؤمن بفلسفة وتؤمن باعتقاد، يا أخي أؤمن باعتقاد يعطيك الحب، يعطيك شعور السلام، يعطيك القوة، يعطيك العظمة، يعطيك الوضوح، يعطيك الجمال، يعطيك السعة. ورانا حنا نروح نحشر أنفسنا ندور لنا على 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 معتقد ولا على فلسفة تطبق علينا طبق. ورا يعني غريب، غريبين البشر والله العظيم. والله يعني أذكر كنت شفت فيلم كان يتكلم عن فلسفة أو دين أو كذا، يضربون أنفسهم، يجلدون أنفسهم كذا، بعدين أنا أشوف أقول وش يعني مرات تسأل تقول شلون قدروا يقنعونهم، شلون قدروا يعني يوصلون. كانت أظن قصص سرية، والله أني نسيت، قديم الفيلم ولا كملته أصلا، ولا كملته يعني، في شيء كذا شلون يقعشر. شو هل هم أغبياء أو مثلاً مستحيل يعني، ما أحس إنه أذكى من غيرنا يعني، أحس إنه يعني عادي. يعني شلون، طب شلون الواحد يعني يدخل في قصة هو يعني ينقاله، يعني ينكتب له على السبورة أنت ما تسوى شيء، يقرأ سبورة هو مرة معجب في السبورة، يعني مرة مثمنها. مثمنها يعني، غريبين البشر. بعدين تلقاهم سووا الآيفون وكذا، تحس إنهم أذكياء، تحس إنهم يعرفون يفكرون، يعرفون يقلبون الفكرة وكذا. بعدين تلقى اللي 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 سووا الآيفون جاد على القصة من زمان، قاعد في كراج، لا جاب خبر أحد، ولا جاب ولا 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 عطى سبورة وجه، عشان كذا جاب الآيفون. قصص. طيب، وإذا بغى يطلع من صف ينجلد، أي بالضبط. خلصت أبنس ومي نصحتني بحوار المشاعر. أوه، شي حوار المشاعر صراحة ما كنت موجودة عشان أشرحها صراحة وأوضحها، بس من الأشياء الثمينة اللي قدمتها، والله والله أنها ثمينة. حوار المشاعر تلف راسك لف لف، أبغى أقولك إيه إيه خذيها. طيب، السؤال الخنفشاري، السؤال الخنفشاري، ما هي الرسالة كنت في علاقة فيها حب وخوف وخيانة؟ حبيبتي يا ماما، يا ماما مستعدة تسمعين الجواب؟ مستعدة يا ماما؟ افتحي اللمبة، أنت في علاقة صادمة. I'm so sorry. أنت في علاقة صدمة، آسفة، لا هي حب
ولا هي بطيخ. أنت في علاقة صدمة، تم التلاعب فيك، تم التلاعب فيك إنه هذه علاقة حب، ويعني معلش لا يمكن يكون حب وخوف، لا يمكن. إذا أحد قال لي في حب وخوف، أبقول لك الخوف أصدق، لأن إحنا ما نعرف الحب. الحب عالي علينا، على متوسط البشر، أوكي؟ يمكن أنت، أنا بالنسبة لي عالي علي الحب، الحب عالي على متوسط البشر. فإذا بتقول لي حب، بقول لك هو خوف، لأن إحنا الخوف قريب من عندنا، سهل علينا نعرفه ونفهمه، ويعني يعني هو الشعور الرئيسي في التجربة. هذا واحد. الشيء الثاني إنه إحنا عندنا النظارات الوردية، زي السلام عليكم نلبسها، زي السلام عليكم نحط نظارة وردية ونضيع في 60 داهية، ونسمي النظارة الوردية حب. تخيل، تخيل إنه في نوع من أنواع التخدير، التضليل، نسميه حب، لأنه إيش يا ابني؟ لأنه المعمل قال، لأنه مثبت بطريقة علمية. وين صاحبنا اللي يقول مثبت بطريقة؟ ما هو مثبت بطريقة علمية، والله لم يثبت بطريقة، لأنه يعني إحنا كذا يعني قررنا أن نسمي بناء على الأفلام، ولا بناء على المسلسلات، ولا بناء على الأغاني. قررنا نسمي كذا أي كذا يعني شرارة جنسية نسميها حب، أي إعجاب ما بين رجل وامرأة نسميه حب. يعني ممكن يعني يشوف امرأة حلوة، طب حلوة هي جميلة، نقطة. لا يقول حبيتها، لا لا يا بابا انت ما حبيتها، يا بابا يا بابا ويك اب، انت ما حبيتها، هي حلوة، هي جميلة، عادي تقدر تقول انها هي جميلة، هو وسيم يا ماما، نقطة اخر السطر، هو وسيم، وسيم، اقلب الصفحة، لا تاخذين الموضوع الخطوة، وسيم عادي. في كثير يعني رجال وسيمين، هو وسيم نقطة، ما مو حب، مو حب، هو معه فلوس، that's good، يخدم مصالحك وكذا، ماشي، ما نفهمين، خليك حقيقية، معه فلوس، معه فلوس، بكرة عيالي بيعيشون بعز، وبكرة بشتري شنطة الشانيل والفراري الحمراء، عاد من حقك، بس أحبه يا ماما تضحكين على نفسك، احنا مو معك في القصة يعني، بس بلاش تضحكين على نفسك، مع فلوس نقطة، وسيم نقطة، جميلة نقطة. فاحنا عندنا يعني تضليل لا أول له ولا آخر. فخوف وحب، يعني أبغى أقول لك هو خوف، والخيانة تدل على كذا، وانت تعيشين في علاقة صدمة، واللمبة مطفية، ومضحوك عليك، ولما تحطين القصة على الطاولة راح تكون في صدمة جديدة، راح تكون في صدمة جديدة، ما أدري عدوة يعني بيكون فيه، إيش هالعلاقة التعبانة هذه، العلاقة العاطفية التعبانة، ما أدري، بيجي باقة ويرد، بيجي طقم الماس، عاد حسب كم عنده في البنك. أي إنه ممكن يعني أقصى ما يقدر يقدم إنه ينزل دمع، ما عنده أكثر من كذا. حبيبتي أنتي، حبيبتي أنتي، تقدرين تحضرين علاقة الصدمة، موجودة في الموقع، أو تحضرين مرتين، ترى تكلمنا عن علاقة الصدمة، كلهم موجودات، إما في اليوتيوب وإما في الإنستغرام، احضريهم وحاولي إنك أنت تفهمين الموضوع وتفككينه. تقولك حب كلام فاضي، لا too much يعني عاد كذا، لا في علاقات طيبة، وفيها في حب، في ناس بينهم حب، بس لما تقولي حب وخيانة وخوف، أبغى أقولها بفتح اللمبة، بس في شخص إلا أنت تحبه يعني عادي، في حب طبيعي، لأنك تحبه، لأنك تحبه هو يعني يصير. تقولك لا يوجد حب إلا في آخر مراحل الاختيار، يلا خذ لك من المعتقدات، روح قلبي أنتم. هل ممكن تكذب علاقة صدمة؟ قصدك عشان تدهسك دهس يعني وتستيقظ؟ والله شوفي، أكيد أنا أؤمن يعني بدون أدنى شك إنه أحد الطرق يعني اللي يستخدمونها الأشكال المتطورة، إحنا البشر ها اللي تقول وين الأجناس المتطورين،
الأجناس المتطورين اللي هم إحنا، إنه إحنا ندعس الأخير عشان نفك القصة، صح ولا لا؟ ندعس الأخير لما تنفك. ما أنت شوفي واحد راح في أقصى الدين، thank you إشراق، راح متدين متطرف في التدين، بعدين يروح للأخير للأخير، بعدين يبغى يروح أكثر ما يلقى مكان، ما يلقى، خلاص تقفل عليه الموضوع، فخلاص يعني يعبر وتنتهي القصة. تخصصنا البشرات المتطرفين. بس طبعا برضو خليني أقول لك، أو مثلا الإلحاد مثلا، تلقون يروحون ملحدين أو يروح قصص، يعني قصص أو الذكورة أو الأنوثة. بس طبعا لأنه كثير من الناس هم يعني يعيشون تجربة الخوف، فهذه شوية تتطلب أشخاص شجعان أنهم يأخذون التجربة لآخرها يعني. فقام يدعسون قصص غالبا هذول الناس عندهم قصص، عندهم سوالف واجد، بس أنها تكون قصصهم عميقة كثيفة، فيها كثافة شعورية لأنها متطرفة وفيها ألم توجع يعني، فيأخذون مرة يأخذون ريسك يعني على أنفسهم، ويعيشون كأنهم في قطار الموت، وبعدين يخلص عليهم قطار الموت، يخلص لأنه دعست للفشل، ندى خلص الفشل، صح؟ خلص راح، اللي كانوا قاعدين الإخوة والأخوات يتكلمنا عنهم طلع من الغرفة وراح، قال خلص أنا ما عاد لي دور في الحياة، النجاح قال يلا حان الوقت. فعشان كده احنا نقول أرباب القمم هم أرباب القيعان.